إيطاليا. نعمان يعني أنت تعيش في إيطاليا منذ مدة، وربما هذه الأزمة هي أصعب أزمة تمر على إيطاليا وعلى العالم، بس أنه على إيطاليا بشكل أقصى. خبرنا عن وطأة الأزمة فعلا، يعني نحن نعيش في الخارج نقرأ الأرقام نصاب بالهلع والذعر، هل فعلا الوضع مأساوي لديكم في إيطاليا؟ أنتم تشعرون بثقله؟ نتخيل أن الحياة توقفت فجأة، المدن خالية، المدن الشوارع خالية من السكان، الكل في الحجر الصحي، المواطنين موجودون في بيوتهم منعزلين في بيوتهم، فالشوارع فارغة سوى من يذهب لقضاء حاجات ضرورية أو لشراء الأدوية. الوضع صعب طبعا، هي الأزمة الأكبر التي تعيشها أوروبا كلها منذ الحرب العالمية، آخر وباء حدث خلال تلك السنوات. اليوم الحياة توقفت ربما، لكن الإيطاليين، وهنا لماذا الموسيقى؟ الموسيقى هي رمز ربما للحياة، فالموت هناك رابط بين الموت والصمت، بينما الموسيقى والفن والغناء يجعلنا نشعر أننا أحياء. هذا ما أراد أن يقوله الإيطاليون من خلال نعم. على الشرفات. نعم، من خلال اطلاعك كيف بدأت مبادرة الغناء على الشرفات، عزف الموسيقى، خروج الناس إلى الشرفات، لا يستطيعون الخروج إلى الشارع، بس كيف بدأت هذه المبادرة وأصبحت الساعة السادسة هي موعد الغناء في إيطاليا؟ تقريبا بعد أسبوع من الحجر الصحي تم شمل كل البلاد في هذا الحجر الصحي، حيث بدأت في الشمال ثم انتقلت إلى كل المدن، وأنا في العاصمة الإيطالية. هناك شعور مرعب بأن المدينة التي كانت تعيش وتضج بالسياح والمطاعم بدأت بالإغلاق، والبارات والحانات والمحال التجارية فارغة من كل الناس، فتداعى المواطنين ربما بشكل تلقائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبدء بهذا الطقس، ربما طقس حاولوا فيه طرد أشباح العزلة، ربما الشعور بأنهم موحدون ربما. هناك الكثير من طبعا هناك الكثير من الناس منعزلون ربما من دون عائلاتهم، فبعض العائلات منفصلة تعيش في الشمال وآخرون يسكنون في الجنوب. فهناك مثلا الكثير من الأشخاص الكبار في السن مقيمين لوحدهم، فهذا الطقس ربما جعل هناك نوع من الوحدة بين السكان والحياة الاجتماعية. طب نعمان، بالنسبة للمقيمين العرب في إيطاليا، أول ما بعرف أنت ليه ما لم تغادر، يعني مع كل هذا الواقع المأساوي اخترت أن تبقى وتعيشوا مع الإيطاليين، وبالتالي أنتم كجالية عربية يعني هل تتعاونون فيما بينكم، في اتصالات فيما بينكم لتخفيف أيضا وطأة ما تمر به الآن إيطاليا؟ هناك اندماج كامل ربما في الجاليات، ليس هناك جالية موحدة. ربما أغلب المواطنين يشعرون بأنهم مندمجون حسب كل مدينة وكل جالية طبعا، لكن هناك شعور بالانتماء ربما لهذا الشعب بكل ما لديه من إيجابيات وسلبيات. فالمواطنين ربما تدافعوا للغناء على الشرفات، لكن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي قام بها الإيطاليون ربما لم تأخذ حيز الاهتمام كما أخذت الموسيقى. مثل ماذا؟ هناك مثلا حالات كثيرة من المتطوعين في كل المجالات، تضامن حقيقي. ربما الموسيقى هي الشيء الظاهر، لكن الحقيقة التضامن الحقيقي والوحدة الحقيقية ظهرت بين الناس، بين مساعدات الناس لبعضها. هناك مساكن ومناطق معزولة، ربما هناك متطوعون يحاولون إيصال الغذاء
للمسنين في هذه المدن، في هذه المساكن. هناك أبنية بشكل تطوعي وتلقائي ربما غير منظم يحاولون إيصال ما يحتاجه المسنين من أدوية لأنهم لا يستطيعون الخروج، لأنه طبعا الأكثر عرضة والأكثر خطرا في هذه الحالة. طبعا هذا إضافة إلى حسب المسؤولية عالي جدا. فهناك طبعا في البداية كان هناك استهتار، لا أخفي هذا الموضوع. هذا ربما ما أدى إلى تفشي العدوى في الشمال خاصة. لكن اليوم هناك حالة من الوعي والإدراك، لأن ليس هناك حل آخر سوى الالتزام في البيوت. صحيح. نأمل أن هذه الرسالة توصل أيضا لعالمنا العربي، لبعض الدول التي أيضا ما زالت تتعامل مع كورونا كحالة يعني رشح عادي أو كحالة عرضية يعني ممكن أن يتم الشفاء منها. طبعا هو يتم الشفاء منه، يعني نشاهد لعدد كبير من الشفاء، ولكن الكارثة أو النموذج الذي قدمته إيطاليا هو في مسألة انهيار النظام الطبي بشكل أساسي. شكرا جزيلا لك. تفضل. لا بدك تقول شيء. الخبرة الإيطالية ربما هي مفيدة للكل، مفيدة للجميع. الفرق بسيط بين الاستهتار وتحمل المسؤولية. واجبي أنا تجاه الآخرين هو أن أجلس في بيتي اليوم، وهذا ما يفعله الإيطاليون. تماما. شكرا جزيلا لك زميلنا نعمان طرشة الصحافي السوري المقيم في روما، كنت معنا من هناك. مشاهدينا الآن نذهب إلى المشهد أونلاين.